اهلا بحضراتكم من جديد، واؤكد مره اخرى سعداء جدا انه العين الاماراتي والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي بصحبه النادي الاهلي في هذه البطوله الرائعه التي تقام لاول مره بنظام 32 فريق. كابتن خالد، لك برونزيه في كاس العالم وتالق، لكن الان الوضع تغير، شايف انه كده فعلا دخلنا بقى في كاس عالم كبير، كاس عالم العالم كله بيتحدث عنه النهارده، كل القنوات بتنقل القرعه، وجود لكل النجوم، وجود لرئيس الاتحاد الدولي، شايف الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للتطور الكبير اللي بيحصل في بطولات كاس العالم بمشاركه النادي الاهلي؟ خليني اخد بس من كابتن هاني نقطه. نعم. ان كل لعيب لازم يفخر ان هو موجود جوه النادي الاهلي دلوقتي. طبعا. ودي فرص ما بتجيش كتير. نعم. وفرص مهمه جدا. شوف حضرتك بتقول لكابتن هاني انت نفسك تلعب. نعم. وانا نفسي العب. صح. حضرتك نفسك تلعب. طبعا. من حظوظ اللعيبه اللي موجوده دلوقتي ان البطولات بقى شكلها احلى. برافو عليك. والبطولات بقى كمان اهتمام بيها مختلف. كان زمان البطولات اللي كان بيهتموا بيها هي كاس العالم. نعم. بطوله اوروبا، البطولات الكبيره اللي فيها الانديه فيها المنتخبات الكبيره، انما نعم. دلوقتي الاهتمام بقى بالانديه اكتر كمان من المنتخبات. نعم. فابتدت البطولات تبقى شكلها احلى والاهتمام بيها بقى اقوى. صح. فانت كلعيب يعني لو يعني لازم تبقى عارف ان دي فرص ما بتجيلكش كتير. نعم. ما بتجيلكش كتير. ما بتجيلكش كتير. نعم. كل اللي شايفك نفسه يبقى ياخد الفرصه بتاعتك دي. فما تفرطش. ده المهندس خالد مرتجي مع انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، لقطات على هامش اعتقد حفل العشاء اللي كان موجود، واللي هي خلاص القاعه كمان بتستعد لاجراء القرعه. اتفضل يا كابتن خالد. عفوا المقاطعه. لا لا تفضل. نعم. فطبعا انت كلعيب فرصه جات لك وما كانتش هيجي لك الفرصه دي الا اذا كنت انت بتلعب في النادي الاهلي، فلازم تبقى عارف ان انت الفرصه دي تستغلها احسن استغلال. ويمكن البطوله زي ما انت قلت المره دي شكلها مختلف. نعم. هتلاعب انديه كبيره، البطوله شكلها حلو، الاهتمام. نعم. بيها شكله مختلف السنه دي. فطبعا يعني دي نقطه انا حبيت انوع عليها. حاجه ثانيه. نعم. برضو عايز اتكلم عليها. يلا. انا كان نفسي بقى يعني طبعا كابتن خطيب موجود. طبعا. لان ده حظ طبعا. تكريم لفتره. هو كان رايح كاسطوره يعني، رئيس النادي اسطوره، ده ما تتفرش مع ناس كتير هناك يعني. تكريم. نعم. لراجل تعب. انا شاهد. مع كابتن بقالي. نعم. 7 سنين في الشغل. الراجل ده بيتعب جامد جدا. صحيح. انا بميز، انا بقول الحقيقه. نعم. كابتن خطيب يعني الناس شايفاه تعبان وبينزل يشتغل وبينزل بيهتم بالشغل وبالتفاصيل كلها معاه، وهو كان هو تعبان ومعاه التفاصيل كلها، تفاصيل الشغل كلها معاه. فانا كان نفسي يبقى موجود. طبعا التعب طبعا يعني كان صعب ان هو يسافر. طمنا عليه امبارح والنهارده. بس كان يعني انا الاحداث الكبيره دي كان مهم ان يبقى موجود الكابتن، لان بمنتهى الامانه يعني فرصه ان يعني ياخد جزء من التعب من التعب اللي هو. نعم. بياخده في يشوفه في. نعم. عيون الناس، في عيون الناس اللي بتنظم البطولات الكبيره. فده كان يعني كنت اتمنى ان هو موجود هناك. فطبعا يعني دول حاجتين حبيت اتكلم فيهم طبعا قبل سؤال حضرتك. طبعا البطوله كبيره، تنظيمها هيبقى قوي جدا، ونتمنى ان احنا نعمل نتائج فيها كويسه. وزي ما انت شايف واسماء الفرق حاجه. نعم. تفرح وحاجه تبقى. الاجواء عامله ازاي؟ طبعا. نعم. دي من هناك دلوقتي صوره لايف يعني. طبعا اجواء. نعم. محترمه جدا. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي، والنادي الاهلي خلي بالك الفتره اللي فاتت دي يمكن انا برضو عشان كنت شاعر على حاجات، النادي. نعم. الاهلي بيشتغل على البراند. البراند النادي الاهلي عجباني. شغال. نعم. الخليه النادي الاهلي كلها شغاله. نعم. ازاي اللوجو بتاع النادي الاهلي ده يبقى موجود ده في كل حته في العالم ومنور دايما ومنور في الكابتن. احنا بيبص على تفاصيل جوه اللوجو. جوه اللوجو انا مش. نعم. مش مهرج. لا تفاصيل. نعم. التفاصيل جوه اللوجو. نعم. عشان يبقى براند عالمي، وهو ده اللي يا احنا رب دايما ان شاء الله.